أكيد نيرفين هذا الجبل هو تراثنا وهو عزتنا وقوتنا، ويوم بعد يوم عم بزيد تشبثنا فيه، وعم يكون التضحية كرمال يبقى صامد ومثل ما عهدنا عم نبذل كرماله مثل ما بيقولوا الغالي والرخيص. صحيح. شو ما صار رشا ببلدنا بتضل أحلى بلد بعيونه وبعيون كل العالم، يعني هي القبلة ومقصد للسياح، والحضارة من هون كانت وبتستمر أكيد بهمة أبنائها يعني وبهمة رجالها إن شاء الله يا رب. أكيد مثل ما كنا عم نحكي اليوم، بلودان هي مقصد للزوار والسياح داخل وخارج سوريا صيفا وشتاء. اليوم وقت منقول بلدة اصطيافية صيف شتي، معناتها اليوم في شيء بيميزها كثير مهم، وهو هذا المناخ الحلو يلي نحن بنستمتع فيه ان كان جو طقس بارد او حتى حر. واليوم كرمال هذا الضيف ينبسط داخل مدينة بلودان، مفروض يكون المنشآت السياحية مستعدة لتستقبل زوارها مثل ما استقبلونا اليوم. لنكن نحكي أكثر عن تفاصيل واقع المنشآت السياحية، حيكون ضيفنا لليوم المهندس عصام موسى، وهو صاحب منشأة سياحية في بلودان. يسعد لي صباحك استاذ. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بحضرتك. نرحب فيكم وباسره الاخباريه السوريه في بلودان. بلودان المحبه، بلودان الاخوه، بلودان الحضاره. ميت اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اليوم نحن كمان نضيفكم بالاخباريه بالمنتزه بمطعم النزيه، بدنا نشكركم على الضيافه مره ثانيه. اهلا وسهلا. وخلينا نحكي اليوم، لما نحكي عن بلودان المهن الاساسيه اللي بتكون فيها هي قطاع السياحه والزراعه، رح نركز مع حضرتك على القطاع والمنشآت السياحيه اليوم. نعم. يعني بعد اكثر من 10 سنين حرب، كيف بتشوف اليوم واقع القطاع السياحي بهي البلده؟ القطاع السياحي بدا يتعافى من جديد بفضل الله، بفضل الجيش العربي السوري، بفضل قائدنا العظيم اللي حرر البلاد واعادت السياحه من بحدود 4 سنوات لبلودان، واستقبال الزوار بصدر رحب. ولكن في بعض المشاكل يعاني منها جميع اصحاب المنشآت السياحيه. الواقع الخدمي قليل جدا. نأمل من السادة المسؤولين يعني عناية بسيطة ولفت نظر واهتمام ببلودان باعتبارها من أهم المناطق السياحية في سوريا. يعني ما فينا ننكر يعني تأثير الحرب، العشر سنين من الحرب والصعوبات اللي هي موجودة، ولكن مثل ما ذكرنا أنه هي قبلة اليوم السياحية أكيد. نعم. بتحتاج كل هذا الدعم. أكلت جهود كبيرة وجهود جبارة، بس في تحسن من تحسن الأرض. تحسن كبير. منشآت سياحية في بلودان كلها تتعافى وكلها جاهزة لاستقبال الزوار مثل ما قلت لك. الواقع بس مثل ما قلت لك كلها جهود شخصية من أصحاب المنشآت السياحية، ورغم كل الصعوبات ورغم كل تعرفي أنت الروتين، وبتعرفي البلد بتعمل بأهل أو بناتها أكيد، بس جاهزين فاتحين إيديهم وصدرهم لاستقبال كل الناس. كنا عم نقول بعد قبل الفاصل وقبل ما نروح على الموجز بلشنا نشم ريحة المناقيش. اليوم خالي أم كمال عم تشتغل. نعم. من زمان هي موجودة عندكم بالمطعم؟ صار لها 3 سنوات. تمام. اليوم كل الزوار يعني رغم كل التطور ورغم كل الحداثة، وشفنا صرنا نشوف أكلات ما يعني هيك غريبة أجنبية كذا، ولكن وقت نشوف التنور على الطريق لحالنا منوقف. نعم. خبرنا اليوم شو هي أهم الأكلات الموجودة بضمن بلودان؟ الناس وقت اللي بتيجي شو بتحب أكثر شيء؟ مثل ما تفضلتي بيحبوا أكل الصاج، هذا على الفطور طبيعة أبداً. والفتات والفول طبعا، وبيحبوا القعدة. يعني اغلب الزوار اللي بيجوا بس ليطلع يغير جو، وين ما راح بالبلد الحلو بيحس حاله انه مطمئن، بيحس حاله انه سعيد، المهم انه يغير جو. ومثل ما بتعرفي اغلب زبائننا هن الدمشقيين واهلنا من الشام، بيرتاحوا. بس الله يفرج عن البلد، تتحسن الحالة الاقتصادية إن شاء الله. أكيد بهمة كل الناس طيبة، الوضع الاقتصادي أثر كثير. صحيح. أثر ولكن احنا قد يعني هي الأرض أرضنا مثل ما بيقولوا، بلادنا والخير اللي فيها إلنا.
فاكيد يعني ان شاء الله هيك بلكي بالايام الجايه بتكون اوضاع احسن إن شاء واحسن الله يا رب. بالقطاع السياحي ولما الواحد يروح على المنتزهات وخصوصا ببلودان بندور على البساطه، بندور على الريف، هون عم نحكي عن ريف دمشق، خلينا نحكي شو الخصوصيه اللي لازم تتوفر اليوم بهي المنشاه السياحيه يعني حتى نقول انه نحن طلعنا على بلودان ما رحنا على اي مكان ثاني. هلا اول شيء الاستقبال. بيقول المثل لعيني ولا طعمين، الاستقبال والبسمه الحلوه ونحن حاطين ببالنا انه السائح جاي ينبسط مو جاي يتكدر ولا جاي يزعل. هلا قيمك من الاسعار، الاسعار كل الناس هذا موضوع ثاني، لانه الاسعار بدايه من المواد الاوليه للنقل للكلف لاجار العمال كلها ارتفعت معروف. بس صفي عندي انك تقدمي لقمه طيبه، تقدمي اكله طيبه ونظيفه وطاهره، اللي عم يدفع ثمنها يلاقي شيء بديل، يلاقي انه انبسط. واغلب الناس اللي عم تاكل وتنبسط عندنا ان شاء الله ما حدا عم يدقق على السعر، كله عرفان هالشيء. بس مثل ما قلت لك بطلب من وزاره السياحه او السيد المحافظ يأمنون مواد أساسية بأسعار معروفة، أسعار الحكومة، أسعار الدولة، مازوت أكيد هذا الغاز، مية بقين، بالإضافة للكهرباء، هذا كله بينعكس على مقومات السياحة. يعني عم تحكي عن نعم. هاي الأساسية، هاي مقومات السياحة الأساسية طبعا. يعني وزارة السياحة عم تنادي بتطوير السياحة والصناعة السياحية، لذلك تأمننا هالمقومات البسيطة بس ونحن منكمل إن شاء الله. يكون في تعاون أكيد اليوم بينكم أبداً. وبين وزارة السياحة بتقديم هدول التسهيلات والخدمات. يعني اليوم كتير نحن بهمنا نرجع نشوف بلودان على شاشات التلفزيون نعم. بزوارة وسياحة اللي هن من خارج سوريا أكيد إن شاء الله يا رب. هي بلودان معروف هي المتنفس لأهل الشام وللخليجيين وللزوار العرب، ولكن ناقصنا خدمات بسيطه. يعني ما هي اكيد يعني نحن بنضم صوتنا لصوتك اكيد، وهي حاجه اساسيه وملحه اليوم. كمان حابين نحكي، يعني حكينا عن الاكله واللقمه الطيبه، حكينا عن الترحيب واهل بلدان المضيافين متعودين دائما على الضيف مثل ما ذكرنا صيف شتي. ايضا في هيك السوري بيحب وهو عم ياكل يكون في اجواء خاصه، يمكن اجواء غنائيه، موسيقى معينه. اليوم ببلودان شو اللي بيتميز اليوم؟ شو الاجواء اللي بتكون موجوده ضمن المنشات السياحيه بتناسب برايك جو الطبيعه؟ ببلودان كان من زمان في بعض المواقع يعملوا حفلات مع اغاني مع سهرات، بس حاليا هاي الامور كلها متوقفه. ببلودان حاليا تقدم اللقمه الطيبه فقط والجو اللطيف والحنون والبسمة بس والزجل وشو ما وقعه اليوم. يعني أكثر من هيك السائح طالع بس يغير جو ينبسط، بده ياكل طعام جيد جدا ونظيف وشوف طبيعة حلوة. شوف اليوم الكادر الموجود ضمن المنشأة عم يمثل له هاي البساطة اللي هو طالع كرمالها. من نعم. زمان كنا نطلع رحل إن كان بالمدرسة أو بالجامعة، يعني كانت واو إنه نحن اليوم بكرة رحلتنا على بلودان، فكان نحضر لها قبل بشهر. يعني كنا نقعد بالمطاعم يكون في برنامج كامل، إن كان طراب نعم. إن كان غدا. اليوم في هاي القصص بلشت ترجع أو بعد؟ هلا عندنا مجموعة من الجروبات السياحية يعني عاملين برنامج كامل بيطلعوا بيتغدوا بأحد المطاعم أو بيروحوا بيزوروا مغارة موسى، وممكن يزوروا فندق بلودان الكبير، وممكن يكملوا بعدين يزوروا المنطقة اللي هي بقين ومضايا وبحيرة زرزر. يعني في كتير شغلات بهاي المنطقة، منطقة الزبداني، بتخلي الزائر سعيد وبيغير جو. ما هي عصب الحياة اليوم هدول الرحلات والجروبات. يعني كتير حلو اليوم نعرف بتراثنا وبالمناطق نعم. السياحية الموجودة عندنا نعم. استاذ هيك اذا هيك كلمة من حضرتك لكل حدا اليوم مرافقنا عن بلودان، عن واقعكم، وانتم شو حابين اليوم تقولونا؟ نحن اليوم ضيوفكم وحابين نسمعكم. يا ميت اهلا وسهلا، مثل ما قلت لك اهلا وسهلا فيكم في بلودان، بلودان المحبة والاخوة، بلودان التعايش السلمي. وهذا التعايش هو كان سبب في وحدة أهل بلودان والدفاع عنا في وجع الإرهابيين. نأمل من
المغتربين أو من يسمعنا من أهالي بلودان اللي تركوا هالوطن أنهم يعودوا لهالوطن الحبيب ويساعدوا في بنائه، لا نتعاون كلنا سوا لإعادة سوريا العظيمة. أكيد اليوم يمكن نسبة المغتربين من ضمن بلودان نسبة منيحة يعني رقم. نعم إيه والله. فاليوم جهودهم مطلوبة ليكونوا مساندين بإعادة الأعمار ضمن سوريا وضمن بلدهم. إن شاء الله يا رب. شكرا اليوم السيد المهندس عصام موسى صاحب منشأة سياحية، ونحن ضيوفك اليوم بالمطعم النزيه. أهلا وسهلا بحضرتك. شرفتونا، 100 أهلا وسهلا فيكم.